اليوم كان زار كانت الجلسة مبرمج فيها الموضوع ديال الفلاحة، وكان حاضر وزير الفلاحة اللي جاوب على واحد العدد ديال الأسئلة اللي كتكلم على ما هي مستجدات وما الاستعدادات ديال الموسم الفلاحي الجديد. وبالمناسبة بعدا نطلب الله تعالى أن يبارك في هذه الأمطار الخير اللي نزلت، ونتمنوا على الله أنها تستمر لإنجاح هذا الموسم الفلاحي. بدونها يعني الإنجاح ديال الموسم الفلاحي كيبقى فيه مهب الريح، معناه أنه ليست عندنا سياسة فلاحية يعني اللي خارجة من الظروف الطبيعية، هي خاضعة ورهينة بالظروف الطبيعية والتوفر أو الهطول ديال الأمطار ديال رغم البرامج اللي دارت هذه سنوات. برنامج المغرب الأخضر، الجيل الأخضر، حنا داخلين في الجيل الأخضر، والبرنامج الجيل الأخضر وبرنامج المغرب الأخضر يعني ما درنا ليش تقييم، و يعني بهذا غادي ندخلوا غير في الاخطاء اللي كانت في البرنامج الاول ديال المغرب الاخضر، اللي الان مازال كاين الفيتو على واحد المهمه استطلاعيه اللي كنتمنى انها تخرج للعلن، حتى يعني نقف على المنجزات، الاخطاء، العوائق، حتى يمكن تفاديها في هذا البرنامج ديال الجيل الاخضر. الان الجيل الاخضر غادي يكرس نفس التوجه بهذا المنهج اللي دارته الحكومه الان، انه غادي نمشيو في الاتجاه ديال دعم الفلاحه الكبار، الزراعات يعني التسويقيه اللي غادي تسوق لخارج البلاد، الفلاح الصغير والفلاح المتوسط يعني لن يناله اي حظ من هذا البرنامج. وبهذا غادي يبقى يعني الوضع ديال الفلاحه في بلادنا في يعني لا يراهن مكانه، ما غاديش يحصل التقدم المنشود والتقدم اللي بغيناه يكون في هذا القطاع. اليوم كان طاغي يعني المخطط الاستعجالي ديال المناطق المنكوبه بالزلزال، اللي هي مناسبه باش نترحموا على الناس اللي توفوا ونطلبوا الشفاء للناس اللي المرضى والجرحى. يعني كاين مخطط استعجالي يعني اللي خص الدوله تمشي فيه وتعجلوا، لانه الناس الان راهم تما بدون ماوى، بدون انشطه لا اقتصاديه ولا فلاحيه ولا زراعيه، والدوله يلاه كتبرمج يعني ويلاه كتكلم على تعويض السواقي اللي داها الزلزال، وتعويض استصلاح الاراضي اللي وقع اسمه، تعويض الماشيه التي نفقت اللي ماتت اثر هذا الزلزال. حنا كنطلبوا ان هذا الشيء يعني يتم تسريعه حتى تعود المنطقه الى احسن مما كانت عليه. ذكر جزء من المغرب المنسي، المغرب المهمش، عراه الزلزال. احنا بغينا الى لقينا انه ندخلوا في مرحله جديده لاعاده الاعتبار لهذه المناطق اللي هي الاصل ديال كل شيء، المناطق او المدن المغربيه. يعني في الاخير احنا كنتسناو هذا القطاع الفلاحي، انا كيبان لي الدخول عادي، ودائما كنجيو حتى الوسط ديالو اللي كنديروا الاستثناءات ديال البرمجات. بحال العام اللي فات تبرمجات 10 المليار ديال الدرهم، هذا العام تبرمجات 10 المليار ديال الدرهم، 6 المليار ونص في العام الفايت ومليار ديال الدرهم هذا العام، كلهم مشاو للقرض الفلاحي. احنا كنطالبوا باللوائح ديال الناس اللي استافدوا من هاد من هاد من هاد من هاد اعاده البرمجه، ولا من هذوك الديون اللي تعفوا منهم الى غير ذلك. معناه هادشي راه كيمشي غير لكبار الفلاحين، حتى الجيل الاخضر راه غادي يمشي في نفس الاتجاه، غادي يمشي لكبار الفلاحين، وغادي يخلي لنا دابا الفئه ديال الفلاح المتوسطين والصغار والفلاحه التضامنيه اللي عندها وقع وتاثير كبير على السوق، غادي يخليها دائما في الهامش، وما غاديش نوصلوا، ما غاديش في القطاع الفلاحي ما غادي نقدموا حتى شي حاجه، حتى شي اضافه في هذه السنه الثالثه من عمر هذه الحكومه. الشريحه العريضه اللي هي ديال الفلاحه الصغار والفلاحه المتوسطين اللي عندهم علاقه بالاسواق وبالقدره الشرائيه ديال المواطن، هما اللي كينزلوا السوق فعلا اذا كانت عندهم هذه المواد وهذه المواشي وهذه الدواجن اللي
كانوا كيعدوها وهي المورد ديال العيش العيش ديالهم. إذن الفلاحة خاصها إعادة النظر، خاص يعني دار سياسة تواصلية كبيرة باش تيلا دارت شي برامج يعرفوها الناس كاملين، ماشي تعرفها أقلية وكتكون هي الأقلية المحدودة كيستافدوا منها وكيبقى الأغلبية الساحقة ما كتكونش عندها المعلومة لكي تستفيد من هذه البرامج اللي إلى دارتها الدولة. إذن احنا بغينا باش بلادنا هذا القطاع الاول في بلادنا لا يجب ان يعيش او يعني كل مره ندخلوا بخطوات استعجاليه ولا استثنائيه لانقاذه، خصو يكون يمشي على رجليه بثبات وباستمرار ويضمن الامن الغذائي لكافه المواطنين.